嗯嗯。 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احبتي طلبة الصف السادس اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات اللغه العربيه. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. سنتناول بعضا من مكارم الاخلاق في ابيات جميله للامام علي عليه السلام. جهزوا انفسكم باقلام وكتب و دفاتر وانتظرونا بعد الفاصل أهلا بكم من جديد أعزائي طلاب الصف السادس. نذكركم بعنوان حلقة اليوم مكارم الأخلاق للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. تعريف بالشاعر هو أبو الحسن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي ابن عم محمد بن عبد الله نبي الاسلام صلى الله عليه واله وسلم وصهره من ال بيته وكافله حين توفي والداه وجده واحد اصحابه وهو رابع الخلفاء الراشدين واحد العشره المبشرين بالجنه واول من اسلم من الصبيان. المقطع الاول من الابيات عليك ببر الوالدين كليهما وبر ذوي القربى وبر الأباعد ولا تصحبن إلا تقيا مهذبا عفيفا ذكيا منجزا للمواعد وقارن إذا قارنت حرا مؤدبا فتن من بني الأحرار زين المشاهد وكف الأذى واحفظ لسانك واتقي فديتك في ود الخليل المساعد المقطع الثاني ونافس ببذل المال في طلب العلا بهمة محمود الخلائق ماجدي وكن واثقا بالله في كل حادث يصنك مدى الايام من شر حاسدي وبالله فاستعصم ولا ترجو غيره ولا تكف النعماء عنه بجاحدي وقض عن المكروه طرفك واجتنب اذى الجار واستمسك بحبل المحامدي سنتناول اليوم المقطع الاول فقط ونحلله من حيث الفهم والثروه اللغويه وأسئلة السلامة اللغوية والتذوق الفني، فتعالوا معي إلى أسئلة الفهم. المقطع الأول عليك ببر الوالدين كليهما، وبر ذوي القربى وبر الأباعد، ولا تصحبن إلا تقياً مهذبا، عفيفاً ذكياً منجزاً للمواعد، وقارن إذا قارنت حراً مؤدبا، فَتَنْ من بني الاحرار زين المشاهد وكف الاذى واحفظ لسانك واتقي فديتك في ود الخليل المساعد. سنحلل اليوم هذه الابيات بيتا بيتا فكونوا معي. السؤال الاول الى اي شيء يدعونا هذا النص؟ الى اي شيء يدعونا هذا النص؟ أحسنتم هذا النص يدعونا إلى التحلي بمكارم الأخلاق واكتساب مرضات الله تعالى في كل أمر السؤال الثاني ضع خطا تحت كل قيمة وردت في الأبيات مما يأتي الصبر على الأذى حفظ اللسان فداء الوطن بر الوالدين الثقة بالله تعالى كف الأذى يا أحبتي أي هذه القيم اشتمل عليها المقطع الأول ما رأيكم الصبر على الأذى أم حفظ اللسان أم فداء الوطن أم بر الوالدين أم الثقة بالله تعالى أم كف الأذى أحسنتم حفظ اللسان وبر الوالدين و كف الاذى. سننتقل الان الى السؤال الثالث. عليك ببر الوالدين كليهما وبر ذوي القربى وبر الاباعد سنطرح اسئله على هذا البيت. السؤال الاول بما اوصى الامام علي في هذا البيت؟ اوصى الامام علي في هذا البيت ببر الوالدين والاقارب والاباعد. السؤال الثاني: لماذا قدم بر الوالدين على غيره من القيم التي اوصى بها؟ لماذا قدم بر الوالدين على غيره من القيم التي اوصى بها؟ لعظم منزله الوالدين في الاسلام ولانهما سبب وجود الانسان بعد الله تعالى. ولأن للوالدين مكانة عظيمة في الإسلام فقد قال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين أحسانا فنرى سبحانه وتعالى بعد عبادته قال وبالوالدين إحسانا ننتقل إلى السؤال الذي يليه وستكون الأسئلة على, هذي على هذين البيتين ولا تصحبن الا تقيا مهذبا عفيفا ذكيا منجزا للمواعد وقارن اذا قارنت حرا مؤدبا فتن من بني الاحرار زين المشاهد. السؤال ما صفات الصديق التي ذكرها الامام في هذين البيتين نلاحظ ان هناك الكثير الكثير من الصفات ما هي؟ احسنتم صفات الصديق التي ذكرها الامام في هذين البيتين هي ان يكون تقيا مهذبا عفيفا ذكيا منجزا للمواعد حرا مؤدبا زين المشاهد. ننتقل الى السؤال الذي يليه. وكف الاذى واحفظ لسانك واتقي فديتك في ود الخليل المساعد. السؤال ربط الامام بين كف الاذى وحظ اللسان في البيت السابق فلماذا برايكم احسنتم لان معظم الاذى يكون من اللسان كالسب والشتم والغيبه والنميمه والسخريه والاستهزاء والكذب وشهاده الزور بعد ان انتهينا من اسئله الفهم هيا بنا ننتقل الى اسئله ثروه اللغويه هيا الى السؤال الاول وضح معنى كلمة قارن في سياقها اللغوي. قارن الرجل بين السيارتين قبل الشراء. باء، قارن خالد تلميذا مهذبا اسمه أحمد. سنقوم بالتفريق بين الكلمتين قارن في سياقين مختلفين. قارن الرجل بين السيارتين قبل الشراء، قارن، ما معناها هنا؟ أحسنتم أي فاضل ومايز. باء قارن خالد تلميذا مهذبا اسمه أحمد، ما معنى قارن هنا؟ أحسنتم صاحب وصادقة ننتقل إلى السؤال الذي يليه. ضع مكان الكلمة التي تحتها خط كلمة أخرى تؤدي معناها فيما يأتي. ولا تصحبا إلا تقيا. فديتك في ود الخليل سنضع مكان تقيا كلمه بنفس معناها بوركتم صالحا وسنفعل مثل الشيء في الجمله الثانيه فديتك في ود الخليل سنستبدل الخليل بصفه اخرى بارك الله فيكم الصاحب او الصديق فتكون الجملتان ولا تصحبن الا صالحا فديتك في ود الصاحب او فديتك في ود الصديق ننتقل الى السؤال الذي يليه. اذكر ضد ما ياتي بر منجزا للمواعد ود بر ما ضد كلمه بر احسنتم عقوق ما ضد منجزا للمواعد بارك الله فيكم مخلفا للمواعد ضد ود كره وبغض ننتقل الى السؤال الذي بعده هات مفرد ما ياتي المشاهد الاباعد المواعد ما مفرد المشاهد احسنتم المشهد ما مفرد الأباعد؟ أحسنتم، البعيد، ما مفرد المواعد؟ الموعد، بارك الله فيكم، ننتقل الآن إلى السؤال الذي يليه. وضف كلمة عفيف في جملة صحيحة توضح معناها. باستطاعتكم الآن أن توظفوا هذه الكلمة في جمل شتى وعديده ومختلفه ولكن يجب الحفاظ على معناها احب الصديقه عفيف اللسان بهذا نكون قد انتهينا من اسئله الثروه اللغويه فهي بنا الان الى اسئله التذوق الفني اسئله التذوق الفني أي التعبيرين الآتيين أقوى في التعبير عن المعنى؟ ولماذا؟ التعبير الأول: عليك ببر الوالدين كليهما. التعبير الثاني: عليك بحب الوالدين كليهما. أي التعبيرين أقوى في أداء المعنى؟ بر الوالدين أم حب الوالدين؟ ولماذا؟ أحسنتم، عليك ببر الوالدين كليهما. اقوى في اداء المعنى، لماذا؟ نريد السبب، لماذا بر اقوى في التعبير من حب؟ احسنتم، السبب ان كلمه بر اشمل واعم من كلمه حب، فالبر يشتمل على الحب وغيره كالاخلاص والموده والطاعه والرضا وكل الامور الطيبه. ننتقل الى السؤال الذي يليه. احكم على كل تعبير مما ياتي بوضع كلمة حقيقي او خيالي. واحد مكارم الاخلاق نهاية الايمان الصديق المخلص محبوب مكارم الاخلاق ترفع صاحبها حفظ اللسان يحمي صاحبه من الزلل سنحكم على كل تعبير مما ياتي بحقيقي او خيالي. سنرى التعبير الأول: مكارم الأخلاق نهاية الإيمان، هل هذا التعبير حقيقي أم يحوي خيالًا بداخله؟ مكارم الأخلاق نهاية الإيمان، أحسنتم، هو تعبير حقيقي. التعبير الثاني: الصديق المخلص محبوب، هل يوجد خيال فيه؟ أحسنتم، إذًا التعبير حقيقي. مكارم الأخلاق ترفع صاحبها. ما رأيكم بهذا التعبير؟ هل مكارم الأخلاق ترفع صاحبها في الحقيقة؟ أحسنتم إذا التعبير خيالي. حفظ اللسان يحمي صاحبه من الزلل. هل حفظ اللسان هو إنسان يحمي صاحبه من الزلل؟ أحسنتم إذا التعبير خيالي. ننتقل الى السؤال الذي يليه. عبّر عن كل تعبير خيالي مما ياتي بآخر حقيقي. التعبير الاول: الاخلاق السيئة تغرق صاحبها. هذا التعبير خيالي، فلنحوله الى تعبير حقيقي. الاخلاق السيئة تغرق صاحبها. سنستبدل كلمة واحدة ويكون التعبير حقيقي. نعم الاجابه هي الاخلاق السيئه تضر صاحبها احسنتم ننتقل الى التعبير الثاني. هذا الرجل كالجبل الاشم هذا الرجل كالجبل الاشم نلاحظ تشبيها هنا بانه شبه الرجل كالجبل الاشم نريد ان نحول هذا التعبير الى تعبير حقيقي احسنتم نستطيع ان نقول هذا الرجل قوي وثابت او هذا الرجل قوي ثابت انتهينا هنا من اسئله التذوق الفني فهيا بنا الى السلامه اللغويه اسئله السلامه اللغويه الف العلم نور باء المؤمنون اخوه جيم الأمهات حانيات على أبنائهن. المطلوب منك حدد الركنين الأساسيين في كل جملة مما سبق، سنرى جملة جملة. العلم نور. قبل أن نحدد أركان الجملة يجب علينا أن نبين نوع الجملة. فهل هذه الجملة إسمية أم فعلية؟ أحسنتم هي جملة إسمية. الركن الاول هو العلم وما خبره نور احسنتم ننتقل الى الجمله الاخرى المؤمنون اخوه الركن الاول احسنتم المؤمنون ويسمى مبتدا ما خبر المؤمنون ما بهم اخوه احسنتم الجمله الثالثه الأمهات حانيات على أبنائهن. ما نوع الجملة؟ كما قلنا أحسنتم جملة اسمية الركن الأول هو الأمهات أحسنتم ما بهن حانيات بارك الله بكم. ننتقل إلى السؤال الذي يليه. ألف يدرس الطالب بجد باء كرمت المدرسة المتفوقين جيم تنافس اللاعبون في المباراة. المطلوب منك أن تحدد الركنين الأساسيين في كل جملة مما سبق. كما علمنا قبل قليل يجب علينا أن نحدد نوع الجملة أولا ونبين نوع الجملة. يدرس الطالب بجد ما نوع هذه الجملة؟ أحسنتم إنها جملة فعلية لأنها بدأت بفعل. الركن الأول هو يدرس. بارك الله فيكم من الذي يدرس؟ من الفاعل أحسنتم الطالب بارك الله فيكم إذن الجملة الفعلية تتكون من ركنين فعل وفاعل سنرى الآن الجملة الثانية باء كرمت المدرسة المتفوقين ما نوع هذه الجملة أحسنتم جملة فعلية لماذا؟ لأنها بدأت بفعل كرمت أين الركن الأول في هذه الجملة؟ الركن الأول هو كلمة كرمت أحسنتم هي كلمة كرمت من التي كرمت من الفاعل أحسنتم المدرسة إذن الركن الثاني أو الفاعل هو المدرسة الجملة الثالثة تنافس اللاعبون في المباراة ما نوع هذه الجملة أحسنتم جمله فعليه ما اركان هذه الجمله الركن الاول او الفعل فيها هو احسنتم تنافسه ماذا يسمى الركن الثاني يسمى فاعلا احسنتم واين هو من الذي تنافس اللاعبون احسنتم اذا الفاعل هو اللاعبون اذا هنا علمنا بان الجمله الفعليه تتكون من ركنين هما اساسيين هما الفعل والفاعل والفعل كان في الجمله الاولى يدرس وتعرفنا على الدارس وهو الطالب بطرح السؤال التالي من الذي يدرس؟ باء كرمت المدرسه المتفوقين اين الركن الاول هو كرمت وتعرفنا بعدما سالنا انفسنا من التي كرمت فعرفنا الفاعل وهي المدرسه ومثل الشيء في جيم، تنافس اللاعبون في المباراة، الركن الأول تنافس والفاعل هو اللاعبون، أحسنتم. إذا نستنتج مما سبق أن ألف الجملة في اللغة العربية نوعان، إما جملة اسمية أو فعلية، والجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ باسم، والجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعل أحسنتم باء الركن الأول في الجملة الإسمية يسمى المبتدأ والركن الثاني في الجملة الإسمية يسمى الخبر جيم الركن الأول في الجملة الفعلية يسمى الفعل والركن الثاني في الجملة الفعلية يسمى الفاعل أحسنتم إذن نستنتج أن جملي في اللغة العربية جملة اسمية وهي التي تبدأ باسم والجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل نأخذ النوع الأول الجملة الاسمية وتتكون من ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر والنوع الثاني من الجمل في اللغة العربية وهي الجملة الفعلية تتكون أيضا من ركنين أساسيين هما الفعل والفاعل السؤال الآخر، بيّن نوع كل جملة وحدد ركنيها فيما يأتي. الجملة الأولى: ينجي الصدق صاحبه. سنقوم ببيان نوع هذه الجملة ثم نحدد ركنيها. ما نوع ما نوع الجملة؟ أحسنتم هي جملة فعلية لأنها بدأت بفعل. الآن نريد أن نحدد الركنين الأساسيين لهذه الجملة. الركن الأول ما هو؟ ينجي أحسنتم، لأن الجملة الفعلية تبدأ بفعل. الآن لنحدد الفاعل، من هو الفاعل؟ أحسنتم الصدق، لأننا سنطرح على, أنفس على أنفسنا هذا السؤال، من الذي ينجي؟ أحسنتم الصدق، إذا هو الركن الثاني. باء السماء في هذا اليوم صافية. ما نوع هذه الجملة؟ أحسنتم إنها جملة إسمية لأنها بدأت بإسم. ما الركن الأول فيها؟ أحسنتم السماء وهو المبتدأ والمبتدأ سمي مبتدأ لأننا ابتدأنا به الجملة كما نرى السماء هو بداية الجملة. ما خبر السماء؟ ما بها السماء؟ أحسنتم صافية، إذا الركن الثاني صافية، السماء صافية، إذا نوع الجملة اسميه، الركن الأول السماء، الركن الثاني صافية، أحسنتم، بعد أن تجولنا في بستان السلامة اللغوية علينا أن نتناول الفرع الأخير من درسنا اليوم وهو صحة الرسم الهجائي والكتابي صحة الرسم الهجائي. يا محمد أنت قارئ مجيد غير متباطئ في أداء واجباتك، لذلك تصل إلى شاطئ الأمان. حدد في الفقرة السابقة الكلمات التي بها همزة متطرفة على الياء. أحسنتم قارئ متباطئ بارك الله فيكم شاطئ أحسنتم، إذا الكلمات هي قارئ ومتباطئ وشاطئ. ننتقل إلى السؤال الذي يليه. أكمل الجملة الآتية لتتمم التعريف بالهمزة المتطرفة على الياء. الهمزة المتطرفة ترسم على الياء أحسنتم في آخر الكلمة إذا كان الحرف الذي قبلها احسنتم مكسوره بارك الله فيكم السؤال الاخر هات جمع التكسير من الاسماء الاتيه المفرد الجمع ساعطيكم المفرد وانتم ستستنتجون جموعها المفرد مرفا شاطئ ميناء لؤلؤة ما جمع مرفأ أحسنتم مرافق ما جمع شاطئ شواطئ ما جمع ميناء موانئ ما جمع لؤلؤة لآل أحسنتم سننتقل إلى السؤال الأخير لهذا اليوم هات الاسم المفرد من الأسماء الآتية الآن سأعطيكم أنا الجمع وأنتم ستستنتجون المفرد الجمع قراء ناشئون بادئون عابئون ما مفرد قراء احسنتم قارئ ما مفرد ناشئون ناشئ ما مفرد بادئون بادئ ما مفرد عابئون عابئ بهذا نكون قد ختمنا حلقتنا لهذا اليوم التي تناولنا فيها المقطع الاول من درس مكارم الاخلاق للامام علي عليه السلام عاملين ان نلقاكم في الحلقات القادمه بخير وموده وحب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته